فقرة قول رأيك اليوم زميلنا مبارك الكويكبي سأل الناس هل سبق واختبرت صديق لك؟ خلينا نسمع الأجوبة من بعد نرجع نناقش هذا الموضوع أنا وزميلاتي. حياكم الله مشاهدينا في فقرة قول رأيك. سؤال اليوم في قول رأيك، هل سبق واختبرت صديق من أصدقائك ولا لا؟ أي موقف طحت فيه أنت وياه ونجح فيه أو فشل فيه؟ خلونا بعد نشوف الزوار اليوم إيش قال. والله نعم، وللأسف ما كان قد الثقة اللي مع فينا ولا كان قد على قولة المثل مواقف تثبت لك رجال. كان اختبار حقيقي صدق، طلعت أساسا من اختبار بالجامعة وكنت منهارة مرة، فيني نوبة هلع وكذا، فجت كذا قدامي وقالت إيش فيك ما أدري إيش، طبعا أساسا هي ما تعرفني، فجلست تهديني وتضمني إيش فيك. عقب هذا المواساة صارت أقرب صديقة لي، ولما الحين يمكن 3 سنوات. ما شاء الله. كان ليا صديق اختبرته مرة انه يقابلني في مكان، ما هو اللي موجود معايا ده. نجح بالاختبار؟ لا ما نجحش. انت ايش كان الاختبار بالنسبة له؟ ايش كان الاختبار؟ عربيتي عطلت وقلت له تعالى قابلني وما جاء وسابني نام وما جاء. والله اختبار احتجت له مساعدة بصراحة في الطريق في وقت متأخر من الليل، وجاء 100% وساعدني. اعطيك اسمه؟ ايوه اسمه عصام البلص، كمان ابو فيصل. ونعم الله يسلمك، ما عليك زود. يعني رحت مع مكان وركبت مع السيارة، هو شرى شيء قال لي سألني إذا تبي ولا لا، ما يعني كريم هو الولد. مو نجح في اختبار الكرام؟ اي ما كرم، كنت فكرة بخيل بس طلع كريم الحمد لله. لا للأسف الحمد لله، لأن الثقة فيهم حيل قوية إن شاء الله. ما تختبر أحد من أصدقائك؟ ما يحتاج إن شاء الله، كل الثقة فيهم قوية زيادة على اللزوم إن شاء الله. يعني دائما بارك تفاجئنا بصراحة بالأسئلة اللي تسألها، وتخلي الواحد يرجع يعيد حساباته ويرجع كذا يركز إيش اللي صار وإيش ما صار. فعليا ما قد فكرت وقررت أو اتعنيت أحط صديق اللي تحت الاختبار، أحط العرسان بس أما الأصدقاء هذه طبيعية. لازم هذه من حقك، هذه أصلا من أيوه عشان من الأساسيات يا رأى. بس أنا بالنسبة فعلا بس أنا أعتقد أنه سبحان الله الحياة بطبيعة الحال هي يعني كفيلة إننا تحطنا في اختبارات وتحط كمان أصدقائنا في اختبارات. صح. أنا كيف الوضع معك عندكم؟ لا أنا أحس أنا ضد هذا المبدأ الصراحة. يعني ليش أنا أجي وتكون علاقتي كويسة بفلانة وصداقتنا حلوة وممتازة وما فيها شيء أختبرها اختبار وبعدين لو عرفت إنه أنا اختبرتها يعني إيش بيطلع شكلي بايخ؟ أحس مرة بيطلع شكلي بايخ، طب ليش اختبرها يعني؟ خلاص أنت على قولتك، أنا من الناس اللي المواقف هي كفيلة إنه لتصنيف الناس أو تصنيف أولويات أو الأولوية لهذا الشخص أو علاقتي في هذا الشخص في المستقبل. مواقف الحياة مرة كثير، صحيح، من البسيط إلى يعني القوية، أو في المواقف القوية تعرفين إنه فلانة يعني شاريتك وتحبك، ممكن إنها يعني تسوي اللي ما يتسوى عشانك أو عشان خاطرك أو عشان ما تزعلك أو عشان تكون جنبك أو whatever. والعكس صحيح، ممكن في أوقات بسيطة جدا أو مواقف بسيطة جدا تلقين فلانة ما رفعت سماعة أو ما كانت جنبك، مو بأنها هي ما تحبك، لا هي تحبك بس هي يمكن عندها أولويات ثانية أهم منك، فهذا الشيء ما يزعل. أنا ما أشوف هذا الشيء زعل أبدا، بالعكس الإنسان الذكي، الإنسان الذهين، الإنسان اللماح اللي نسميه لماح، هو اللي يعرف من أبسط الأمور، من أبسط الأشياء اللي يعني مثلا أنا بقول لك على موقف. مثلا واحدة من صديقاتي عرفت قدري عندها لما كنت مسافرة، يعني كنت قاعدة أدرس طبعا من سنين وما كنت في السعودية، والبنت خلاص زواجها ما بقى عليه إلا شوي، وقاعدة تقول لي ما طب أنا تخيلي تبي تأجل زواج، تقول لي بأجل ترى زواج، قلت لها بنت الحلال ماني بجاي، أنا الحين عندي اختبارات مستحيل يعني توي رايحة. فسوت من حبها لي وحبها لوالدتي وخواتي، العروس نفسها راحت وأخذت الكروت، أيام كروت الزواجات، راحت وراحت عند الوالدة وراحت عند خواتي الكبار، قالت أنتم لازم تجون لأنتم زي خواتي وزي زي ماما، يعني مهما ما تقدر تجي بس انتو يعني طبعا تجون بالنيابة عنها، وأصرت. يعني أنا حسيت الحركة ما طلبتها ولو ما سوتها ما رح أزعل، بس هذا من المكان ما يزعل
ابدا يعني واحده عروس ولعنت وعندها يعني ألف شغله، ففي مواقف زي كذا، بس موقف واحد، بس في مواقف كثير تبين لك انه الشخص انت ايش بالنسبه له. معدن الشخص يبان في المواقف زي ما ذكرتوا، يعني كل انا ما انصب الاختبارات واخطط واقول خلينا نسوي ذا الاختبار عشان اشوف هو صديق ولا مو صديق ولا كذا، لا، بس هي تجز بالصدفه وتجز الظروف اللي تبين معدن الشخص هذا اللي قدامي. وانا ما من الناس اللي يعني ما عندك توقعات بالضبط، كنت بقول اشرح على الناس شيء. يعني ما احط انه لازم يسوي لي كذا عشان صاحبي، لا، مره غلط ان نسوي زي كذا ونحط الصداقه انه كيف هو ما سوى، كيف هي المفروض توقعتها. لا تحط التوقعات دي، خلوا العلاقاتها لطيفه وحلوه وخفيفه وفيها كذا حب وموده وتشوفوا بعض تنبسطوا زي كذا. يعني لا نقعد نستنى، انه ما ندري ايش ظروف الناس، دائما اقول ما ندري ايش ظروف الناس، ما ندري ايش الناس بيفكروا، ما ندري. فخلينا نكون كذا علاقتنا دائما حلوه، ووقت ما تجي الاختبارات اكيد المعدن الطيب حيبان في المواقف. فعلا من احلى الاشياء بصراحه اللي انا يمكن بلاحظها وتعني لي الكثير، لما الله يسخر لك ناس يعني يفكوا لك ازمات من غير ما انت تطلبي. الله صح هذه كمان يعني انت وقتها كنت تفكر يا رب هل انا في يوم من الايام سخرتني لاحد وفكيت ازمته حتى تسخر لي ناس طيبه حولي انها تخفف عني مثلا امر معين، ضيقه معينه، ظرف معين. لانه فعليا انا دائما اقول الحمد لله، يعني احنا كمسلمين وكبشر وهذه الاشياء كلها عندنا الشعور ببعض، نحس ببعض. صح. وحلو جدا ان لما يكون عندي علاقة مع شخص أو شخصة ما من وراها أي فائدة، ما من وراء غير إنه واحد يرفع رؤى أنت أمورك طيبة، رؤى أنت رائعة، يعني فعليا عارفة اللي يكون قاعد على مسافة آمنة من الكل، ولكن في نفس الوقت هو علاقته طيبة الناس اللي مع حولك الكل. إيه يعني يكونوا مهتمين بك من غير لا هم يدخلوا بزيادة ولا أنت تكوني مضطرة إنك ترد الجميل بجميل غصبا عنك. ففعليا الواحد يحمد ربه على الناس اللي حوله ويكون الله مسخرهم لنا. هو أهم شيء زي ما قلتي رؤى وريم، يعني وجود الأشخاص جنبك. يمكن الحين لما قعدنا نسولف تذكرت أول خبر اليوم طلعنا فيه، أو أحد الأخبار اللي يقول لك من أسرار السعادة، أو دراسة هارفارد اللي حكينا عنها من أسرار السعادة، أن الواحد يكون عنده علاقات جميلة صحية صادقة في حياته. وهذا كل اللي نحتاجه. أنا والله ما أحتاج منك مصلحة، وإن شاء الله أنك ما تحتاجين مني شيء، والله لا يحدك على أحد ولا يحدني على أحد، لكن وجودك في حياتي، الكلمة الحلوة، السؤال، يعني السؤال، أنا موجودة على طول. أنا أنت والله أنت من الناس اللي أنا أموت عليهم يا رأي. يعني ناس رؤى من الناس يا جماعة اللي فعلا ما أغيب يومين ثلاثة، لا أنت كويسة أمورك تمام، أنت ما صورتي سناب مع الكل، والله رؤى واصلة، رؤى راعية واجب دائما. فحلوة هذه الكلمة رؤى، يمكنها ما أخذت منك إلا خمس ثواني كتبتي لي ولا دقيتي. أستفقد الناس اللي أحبهم، هذا الشيء، هذا الشيء يعني للكثير، ومتأكدة يعني الناس كثير. يعني الناس في النهاية إذا إحنا ما سألنا عن بعض ولا كنا حول بعض، من اللي بيسأل؟ صح ولا لا؟ فأنا أشوف فعلا العلاقات الصحية الجميلة هي شيء جدا قيم، ولازم إحنا نحافظ عليها بالضبط، وخصوصا في هذا الزمان اللي عنده صديق وخل وفي زي ما يقولوا، فخليه يتمسك فيه على قولهم بيدينه وبرجوله. صح. يكون هذا هو قطعة الذهب اللي أو الكنز اللي يكون في حياته. مشاهدينا مكملين معاكم بعد فاصل قصير. بعد الفاصل، حقيقة فعالية إبر التنهيف في علاج الأمراض الجلدية.